طيب ندخل بقى تاني للكبار. اتفضل. ايه الاعراض او الحاجات اللي تخليني اشك ان انا عندي نقص في الغده الدرقيه، او اشك مثلا ان مراتي او ان والدتي داخله في نقص افراز غده درقيه؟ طيب خلينا متفقين مبدئيا يا فندم ان المرض ده او امراض الغده الدرقيه بشكل عام هي امراض شائعه اكتر في السيدات تمام عنه في الرجال. يعني نقدر نقول باختصار ان قصاد كل راجل ممكن يجي له مشكله في الغده الدرقيه، كسر الغده الدرقيه تحديدا او قصور في افراز الغده الدرقيه، بيجي في المقابل 20 سيده تقريبا. واحد ل 20. 2% من البوبيوليشن بتاع السيدات في مقابل 1 من 10% في البوبيوليشن بتاع الرجال اللي ممكن يحصل له كسر يعني في قصور الغده الدرقيه. في اثنين عندهم كسل صريح في الغده الدرقيه. لو كسل غير ظاهر ممكن النسبه ترتفع، بتوصل من حوالي 8 ل 10%. نسبه كبيره قوي. نسبه كبيره في بلد طبعا تعدادها 100 مليون طبعا نسبه كبيره جدا. طيب ايه الاعراض بقى؟ والله الاعراض زي ما قلت لحضرتك من شويه ان في حاجات بنسميها نون سبيسيفيك، يعني اعراض مش بتاعه غده درقيه بس او كسل غده درقيه بس، ولكن في حاجات يعني لازم تلفت النظر. يعني اشهر حاجات حاجه احنا بنسميها الكولد انتولرانس، يعني تلاقي ان المريض عنده عدم احتمال بدرجه شديده جدا للجو البارد. يعني ممكن يكون الناس كلها عادي وحاسه ان الجو كويس، وده حاسس ببروده شديده جدا. حتى ممكن ده يكون في جو معتدل او في جو صيفي. طيب. دي من الحاجات اللي هي بتبقى مميزه جدا لقصور الغده الدرقيه. الحاجه الثانيه هي زياده الوزن، تبقى زياده طفيفه مع عدم زياده الشهيه. يعني المريض يكون ما بياكلش او تكون ما بتاكلش لكن وزنها بيزيد، وهي مش بتاكل بما يتناسب مع هذا الوزن الزائد. حركته بتقل اطلاقا، يميل للكسل، يميل للنوم. بالظبط، ممكن يبقى في عنده رغبه في النوم الزايد. بالفعل ممكن ينام بزياده. بيبقى كمان تغير في المود، يعني ممكن يبقى صاحبه شويه اكتئاب او شويه ضيق بسيط. ممكن ده برضه كسل ليزي كده. بالظبط بالظبط، ردود افعاله بطيئه شويه. بالظبط. كل الحاجات دي تغير في نبره الصوت او في وبطء في الكلام. بس دي بتحصل مع الحالات شديد. اللي هي العنيفه شويه، اللي هي ممكن يكون حصلت واحنا مش واخدين بالنا وما اتعالجتش. طيب عشان الوقت بقى عايزين نغطي لسه كلام كتير. فضل. المضاعفات لو ما اتعالجش العيان، الحقيقة المضاعفات لو المريض ما تعالجش بتبقى على مختلف أجهزة الجسم. يعني ممكن المريض باختصار جدا يحصل له ارتفاع في الضغط، ولو أنا ما فكرتش أن عندي مشكلة في الغدة فبالتالي مش عارف سبب ارتفاع ضغط الدم ده إيه. ممكن يحصل لي ضعف عدد القلب. ممكن لو في قصور غير ظاهر في شرايين القلب يحصل لي لا قدر الله ذبحة صدرية، أو يحصل حاجات زي كده. طبعا يحصل اختلال احيانا في نسبه الاملاح بتاعت الجسم اللي ممكن يترتب عليها حدوث غيبوبه او تدهور في درجه الوعي. كل دي ممكن من المضاعفات الشهيره اللي ممكن تحصل نتيجه قصور الغده الدرقيه. العيان ده عموما بنشخصه ازاي غير ان احنا بنقيس الهرمون في الدم والتي اس اتش والكلام ده؟ في كشوفات معينه بالاشعه بالذره يعني عشان نوصل للسبب؟ والله موضوع قصور الغده الدرقيه من اسهل الامور في التشخيص. يكفي لو انا بس كدكتور لفت نظري الاعراض اللي عند العيان، بنعمل تحليل التي اس اتش يمكن لوحده بس كمان في الاول بيدل. بيدل طبعا، لان هو بيكون مرتفع عن المعدل الطبيعي بتاعه. لو انا شايف المريض بالفحص الكلينيكي ان انا شايف ان العيان ده عنده تضخم في رقبته والغده بتاعته حجمها كبير شويه بشكل غير منتظم كمان، يعني مش كلها متضخمه بنفس الهيئه، في الحاله دي بنحاول نعمل اشعه تلفزيونيه على الرقبه والغده الدرقيه عشان نشوف هل الموضوع بس هو مجرد اختلال في الوظائف بتاعت الغده وهياخد العلاج بتاعه خلاص، ولا في تضخمات او في نتوءات تحتاج احيانا لاخذ عينات او تدخل جراحي او تحتاج علاج ثاني. بالظبط. طيب جرعه الهرمون بنحددها ازاي؟ وهل بيفضل المريض ياخدها طول العمر؟ ده الحقيقه سؤال مهم جدا. هي الجرعه طبعا زي ما قلت لحضرتك من شويه هي بتتحدد بناء على وزن المريض. بنديها تقريبا من 1.6 ل 2 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. دي في الظروف العاديه لو شخص بنسميه الميدل ايج، يعني شخص مش من كبار السن، مش سن فوق 60 سنه او اكتر، فده بنديه للفول دوز وممكن نديها له مره واحده بشكل كلي. يعني طبعا لازم انبه على المريض ان العلاج بيبقى هو علاج مستمر مدى الحياه، الا في بعض الحالات المعينه من حاجات بنسميها التهابات الغده الدرقيه. احيانا بيحصل التهابات مثلا ما بعد الولاده او التهاب فيروسي في الجو معين ممكن ياثر على الغده الدرقيه. بيبقى فينا قصور مؤقت او جزئي والدنيا بعد كده بتبقى افضل. يعني انما في الاغلب الاعم من الحالات طبعا هو العلاج علاج مدى الحياه. طيب ده بتنصح بزياره الدكتور وعمل التحليل كل قد ايه لضبط الجرعه؟ لان ساعات يطلع بالجرعه وبعدين يحتاج ينزلها تاني. كلام مظبوط. هو يفضل ما بين 8 اسابيع ل 12 اسبوع، يعني كل 8 اسابيع او 12 اسبوع. لشهرين لثلاث شهور يكون المريض عامل تحليل وبيتابع مع الدكتور لحد ما وصل للتارجت اللي انا عايزه كدكتور. لو ده حصل ممكن بعد كده المريض يروح للدكتور على الاقل بشكل سنوي بصفه سنويه، يعني مفيش مشكله. احنا بطبعنا مهملين يعني وساعات بنكسل،
هل ممكن يبقى يعني نديله ارشادات ان لو التحليل طلع كذا خليك على نفس جرعتك، لو التحليل مش عارف طلع لكام او نزل لكام تعالى لي، هل ممكن كده؟ والله هو يعني الكلام ده ممكن، ولكن احنا بنطبقه اكتر تحديدا مع السيدات الحوامل، لان هو ده بيبقى بيطلب منهم تحاليل احيانا كل شهر، تحديدا في النص الاول من الحمل، وبعد كده مره كل 3 شهور لحد ما تتم الولاده يعني. فبنديهم فعلا زي ما قلت لحضرتك كده الرينج ده، ان لو التحليل مثلا بقول له لو طلع مرتفع بس من 5 ل 10 بنزود الجرعه مثلا بمقدار 50 مايكرو جرام، لو من 10 ل 20 بتبقى 75 مايكرو جرام فوق الجرعه اللي هي بتاخدها، لو فوق 20 بزودها 100 مايكرو جرام فوق الجرعه اللي هي بتاخدها. انما لو في الظروف العاديه لا طبعا لازم اشوف المريض، لان تحديدا مثلا عندنا الكاتيجوري بتاعت كبار السن دول عندهم عرضه لحدوث هشاشه عظام وحدوث قصور شرايين القلب، فزياده الجرعه لو مش بالمقدار اللي محدده الدكتور اللي هو في الفئه دي بتبقى مقدار ضئيل جدا جدا، ممكن يعمل لهم مضاعفات في غايه الخطوره يعني. طبعا. هل في دخل الاكل او الادويه الاخرى تتداخل مع اخدان الهرمون السيروكسين او متابعه المرض؟ هو طبعا في دخل، ولكن كل التدخلات اللي بتيجي من ناحيه الاكل او من ناحيه الادويه الثانيه ممكن التغلب عليها باختصار ان انا انبه على المريض بس ان هو لما بيجي ياخد الدواء لازم يعمل فاصل زمني ساعه على الاقل ما بين الحبايه بتاعه الهرمون التايد على الغده الدرقيه واي دواء تاني بياخده لاي غرض تاني او اي اكل هياكله تاني. عشان كده دايما اظن بتنصحوهم ياخدوه بدري الصبح بدري اول ما يصحى. اول ما يصحى من النوم هيقول لي طب انا باخد دواء الضغط الصبح، اقول له افصل دواء الضغط مثلا عن دواء الغده الدرقيه برضه بساعه، لان هنا بيحصل حاجه بنسميها التفاعلات الدوائيه او دراج دراج انتراكشن او التفاعلات ما بين الدواء وما بين الاكل، خصوصا الاكل اللي فيه الياف كتير يعني بعض الخضروات البروكلي الكرنب الارنبيط الحاجات اللي زي كده غنيه جدا وبالالياف، والالياف دي بتمنع امتصاص الهرمون على طول الخط. تخيل حضرتك حتى كمان بعض الفيتامينات الكالسيوم الحديد الحاجات اللي زي كده لا يفضل على الاطلاق ان احنا ناخدها مع دواء الغده الدرقيه في نفس التوقيت. والله انا كنت سمعت نصيحه من احد الاطباء لاحد المرضى، لو بتصلي الفجر خده مع الفجر حتى لو هتنام تاني، ولما تصحى بقى خد اللي انت عاوزه سواء دواء او اكل. بالظبط احنا نرجع فعلا للحاضر بخير ممتاز يعني بصراحه.